السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على آلة الجر وطريقة تركيبها، والأفضل نعمل إيه لو إحنا هنركب جنزير أو ترس ورا أو قدام. من الأخ محمود، راجل محترم وميكانيكي صنايعي أبا عن جد، هيعرفنا كل حاجة عن آلة الجر إن شاء الله النهاردة. أول حاجة هتفك الجنط اللي ورا، 19 و17 نايم المكنة يمين او شمال شوية كده كده او كده. هات الناحية شوية، نايم الناحية شوية عشان بس تنزل الجنط تحت عشان يعرف يطلعه. ايوه طلع يا مولانا، بس كده هذا الجنط طلع. ده الترس طبعا الصح، لو هتغير جنزير او هتغير ترس ورا هتغير آلة جر كاملة افضل. حتى لو الترس اللي قدام سليم او الترس اللي ورا سليم وهتغير ترسه قدام وجنزير، دايما غير آلة جر كاملة. والحاجة السليمة خدها عندك عينها احتياطي اللي بعد كده. ليه؟ لان آلة الجر لما بتيجي جديدة كاملة بتكون كلها جاية متوازنة مع بعضها، مفيش فراغات لا بين السنان ولا بين الفقرات بتاعت الجنزير، فبتعيش فترة ايه اطول. تمام. وطبعا اختار آلة جر نظيفة، ومش هنقول طبعا اسم شركة آلة الجر لان مفيش انضف منها، وهي نوع واحد في السوق كله اللي فعلا ممتاز جدا جدا جدا. نخليها في التعليقات عشان ايه ما تبقاش اعلانات. اول حاجة طبعا هنطلع التيلة بين 6 تيل. لا يا مولانا، صلى على رسول الله. شغال؟ لا شغال. الجلب المجرى ده اهي خفها على الماشي، هتلاقي فيها طلعته في البيضاء. لا مفيش فيها مشكله، لا هو الضغط مش هيبقى عليها باذن الله. اهم حاجه الجلب دي كده بايظه. تمام. هنفك الجلب ده، هنفك الجلب دي نطلعها ونغير جلب ثاني. طيب طب في انواع جلب، في انواع جلب الاول حديد وزي دي او فيب، انضف نوع غيرهم دولت. يا باشا ما تترك الجلب حديد انساها، ترك الجلب حديد انساها. الحديد مش حلو، الحديد هتبوظ الجنطه بعد كده. طيب احنا دلوقتي لما فكينا طقم الترس، طقم المسمار طلع، الجلب ديت زي ما حضرتك شايف الاربع جلب بايظين خالص. تمام. طيب طقم الجلب، انا عندي في مشكله تانية غير طقم الجلب، لان هو افضل طقم جلب هيركب اللي هو زي ده الجلد، لكن الحديد بيبوظ الجنط بعد كده. طيب انا عندي في مشكله هنا هتجبرني ان انا اشغل ايه الحديد اللي هو الحرف ده بتاع التيله اتاكل من هنا، فالتيله ما عادش هتمسك على حاجه. فانا هركب ايه؟ هركب طقم جلب حديد بمسامير فيكس بحيث ان هي تساعد مع التيله تدي ايه عمر اطول، بس مش اكتر من كده. وبعد كده في حل تاني، لو المانيوم بتاع الجلبه نفسه، المكان بتاع الجلبه اتاكل، في حل تاني باذن الله ليها. لكن احنا دلوقتي هنشيل الجلب ديت ونركب جلب حديد حمايه مع ايه؟ مع السن، مع الشفه بتاع الجنط. تمام؟ طيب دلوقتي الاستاذ محمود سالني سؤال، بيقول لي ايه هو الحل التاني اللي لو المجال بتاع الجلبه وسع وباظ، خلاص الجنط ما عادش قابل جلب لا حديد ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ سهل جدا ان انا هخرم خرمين هنا واوصل مسمارين مباشر يربطوا هنا مع الجلب برضو، يعني هحط الجلب ومعاه مسامير مباشر من تحت، هنعملها سوا بعض ان شاء الله بعد كده. طيب هو كده بيشيل الجلب الحديد عشان ايه؟ يشيل الدائر اللي بره الايه؟ القفص بتاع الجلب. لما
هتجيبها من الجنب ده اهو او ده اهو. هي بالراحه النفسيه؟ بالراحه النفسيه الحاجه اللي انت اتعودت عليها وارتحت فيها. كلامك زي الفل. اكيد اكسر الحاجه قبل ما تشارك يا باشا. استنى انت كده بتفتحها تاني. انا عارف. قال لك المكان البوكسر مش كمان كان مكتوب. شفت الحته دي؟ شفتها؟ والله؟ لا ما شفتهاش والله. ايه اللي حصل بقى؟ قال لك مش كمان كان مكتوب كوره 10 دقايق وتبطل. خمس ثواني وتبطل. بقول لك انا سبت الفيس وسبت الدنيا وعمال اقلب فيها. تمام. تطلع من هنا. هو اول ما تبدا هتبدا من ورا يعني ليه؟ يعني. عشان ديت متينه. لو بدات من هنا ممكن تكسر الحرف ده. تمام. ايوه. نيم 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 بس. هات بقى من الجنب المفتوح. من الجنب المفتوح. استنى يا باشا ما تفتح خالص يا باشا. انت فاك ده يودينا في داهيه. لا يا عم ده عسل. ده الناس مبسوطه منك والله. الناس مبسوطه منك قوي. شوف انت كنت بتتكلم على السهل. يا ريت ما سمعت كلامي يا باشا. والله انت بص الفنان فنان في كل حاجه. العب ركب. العب ايه؟ ركب. ايه اللي بتجلبه؟ لا والله. طبعا وانت بتدق لازم تدق على ايه؟ على الجلبه كلها من كل الناحيات عشان تنزل ايه؟ خط مستقيم لتحت. ما ينفعش تنزل ميل. صح يا مولانا؟ عشان السن. الاربع جلب ركبوا الترس المسامير ده كده. المسمار ده ايه؟ فيكس بربط في الجلبه نفسها كده. الترس بقى ثابت بقى هو والجنط حته واحده كده. بيساعد مع ايه؟ مع التله دي. اللي قصاده. لا لا ده هو الرئيس بتاعنا. هو الرئيس بتاعنا بس انا جبت صورته اهو. لا لا مش مشكله. انا وهو واحد يا عم نتكلم مع بعض. بطلت. اه. لا ده انا بقول لك كده خلاص. ده بقت حديد اهي. حط بقى الورد. لا ده انا بقول لك كان مشكلته ان هي تاخد الاول يمشي صلنصين ماشي يدي الثاني ثم يجي يزود ثم بطله. الحمد لله اتحلت يعني. ايوه. ما لا ما احنا حلينا المشكله. المكنه طول ما هي ماشيه صلنصين طبيعي. مش هتيجي وردة واحدة بس. اه كده حلو. والتيلة وشكرا على كده. عشان ما تشخشخش. ايوه ما هي محملة اه عشان لسه جديدة. المسامير دي هتلف على الفاض عشان هو ماسك. يلا قفل.
عايز الساعة 10 بس اللي هو يعني لو خدته بصفحة. طب ادور على القفل. ده ما فيش في سنة خالص اصلا. لا الترس الامامي كده انتهى يعني ما فيش في سنة. عايزك تفعل مولانا حبيبي. كفايه كفايه كفايه. اول شداد خد الجنزير. لا لا ان شاء الله كده هيطوف. لسه في طول. شغال يا مولانا. ظبط بقى الجنزير والشدادات. شد جنزيرك. يلا شد وعاير الجنزير بقى وظبط حالك وكده يبقى تركيب الآلة الجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.